احنا هنبدا دلوقتي خليكم معايا بقى كلكم. احنا هنبدا دلوقتي كالمعطيات الجزء الكريتيكال بتاع الجزء الثيوريتيكال اللي حاتم شرحه قبل كده. هنشوف الحاجات دي بنشوفها هنشوف الحاجات اللي احنا شفناها از مورفولوجي واز باثوفيزيولوجي هنشوفها ازاي. في مجموعه كده من الاسئله عشان نعمل برين ستورمنج في الاول علشان نتاكد بس ان احنا المعلومات اللي قبل كده كلها عدت. طيب احنا هنبدا كده السؤال الاولاني نقراه مع بعض ونعمل نبدا من اول ايليا. ليه السؤال ده بيقول ايه؟ following are true regarding the heterology of fellow except ejection system memory and second intercostal space single second heart sound predominantly left right shunt normal jugular venous pressure. Okay. Ejection system memory بتاعت pulmonary stenosis موجودة. Okay. Single second heart sound لو كان severe stenosis لو كان عندها severe stenosis which is one factor من heterology of fellow برضه تكون موجوده. بريدومينت ليفت رايت شوت ده مش موجود. مش موجود يبقى برافو الاجابه صح فعلا. هي الاجابه زي ما قال هي الاجابه سي هي التراجي فالو في بي اس دي صحيح واندستكت بي اس دي بس نتيجه وجود الاتيريو كيفاليك ديفيشن للكورنر سيبتم بيقفل الار بي تي في الشنط في الفالو كلها رايت تو ليفت شنط عشان كده بيبقوا الولاد دول فاهمينها. يبقى احنا ما عندناش فرق. طيب السؤال اللي بعده شريف على الكهرباء history of dyspnea on examination she has wide fixed splitting of second heart sound with ejection systolic murmur grade 3 على 4 in the left intercostal space her ECG showed left axis deviation. مهمة الحكاية دي شهد اير اكسس شهد اللفت اكسس ديفيشن. احنا كنا مرة بنتكلم على اللفت اكسس ديفيشن في حتة كده هتفاكر؟ اللفت اكسس ديفيشن كمان يبي كنال مش لوحدها الجزء اللي فوق منها برايمم ايس دي اي برايمم ايس دي عم كده برضو منها كمان يبي كنال. طيب لما حد يقول لك ليه خدتها الموجودة دي هو سمع عليها وايد فيكسد سبريتد سكند هارت ساوند هو مدينا اوبشن مدينا ان هي توتال انوماليز بارمونري بينس دريفنج ركاز بالاتريزيا او اوستيوم بريمم اي اس دي تتروجي فالو. انا واحده منهم عشان حاجتين عشان هي وايد فيكسد سبريتنج يبقى ده مش من ضمن الكريتيكال كريتيريا بتاع تتروجي فالو كويس قوي. طيب اللي بعديها زمزم اي اس دي اي اس دي مش من التتروجي فالو لو كان عايز دي بنسميه ايه؟ بنتالوجي. طيب سؤال اللي بعده دكتور موسى. اهلا موسى ازيك؟ في حاله الانيميا يبقى برضه اسم ميكنج الارم ساين امتى الفالو ما يكونش سينوتيك لو كان انيميك شك الهيموجلوبين بتاعه. هنكمل كمان شويه على ده. طيب زي ما انتوا قلتوا فعلا هي كانت الاجابه بتاعتها من 3 ل 5 مش اسماء. احنا فاهمين هو قصده ايه بتشست انفكشن ان اللنج تبقى كونجستد. هو بيسالنا بطريقه ثانيه اللنج كونجستد ولا لا از تبقى انفايرمنت لللنج انفكشن او لللنج انفكشن هو تتروجي فالو مش واحده من البرزنتيشن بتاعت اللنج تشست ديزيز يعني كويس قوي. تحب تقول هو مش في جروب منهم كان كيو بي كيو اس اكتر من واحد يعني ماشي امتى تحصل لو كان مع ماكس موافق هو كان معاه مركز بس ده مش يعني لكن هي اكيد الثلاثه التانيين بي اس دي اكيد بس خليني اقول لك ان الماس بتاع التدرج فالو اللي هو اللي هو التدرج فالو العادي هو عيان ما بيجيلوش جست انفكشن بيبقى بريزنت بحاجات ثانيه كتير زي ما قلت. ولو انا شفت الثلاث حاجات الاربع حاجات دول هختار منهم هختار التدرج فالو لان هو ده اكيد بيعملوا ده بالظبط. طيب ماشي محمد او خالد او كلهم بيبقى
فيهم كلهم بيبان فيهم سينوز، بس هو بيقول لنا رايت تو ليفت شنت انترا كارديك، هو يقصد بيها حاجه مش كده؟ ليه؟ لا عايزين نيجر السنتر سينوزس، يعني هو اي حاجه انترا كارديك، انترا كارديك كل الحاجات اللي باينه ينفع يشوف فيها سينوز، احنا بنشوف سينوزس في كل حاجه منهم، لكن لما يقول لنا انترا كارديك رايت تو ليفت شنت احنا كنا في درس الفلو بس السنتر سينوزس طول ما بيحصل ده رايت تو ليفت شنت يبقى احسن مكان نشوفها فيه او احسن مكانين لبس طب الباقيين يشوف فيهم فين؟ في ينفع برضه في سنتر سينوس يبان فيهم، بس ده مش بس بليز، ده سنتر سينوس، الباقيين ينفع يشوف فيهم في البريفرنس سينوس، هتكلم عليهم كمان شويه. طيب معلش لبس في اسوان خالص بس احنا لا لبس حرام عليكي، لا لبس بتنفع السكين ماشي لكن لبس حرام عليكي ليه يعني؟ ممكن تبقى اللبس حاجه بريفرنس برضه ايوه بس هي اللبس من جوه من الانا سايد بتاعتها وانا بسايد الزتانج اوكي يعني حرام عليكم يا لا ينفع بالظبط ده ماشي محمد في اوفر تو بيشنت ويت تشارج ويت فلو تيست انديكيتور اوف ذا ماجنيتيود اوف ذا افريج كرونيك رايت اتريال شانت ايز طيب خليني اقول برده احنا قصدنا ايه من السؤال ده هو بيقول لك الماجنيتيود اوف هايبوكسيا مش كده عشان هو بيقول لك ان الشنطه الموجوده عندها رايت ليفت ده هيعملها هايبوكسيا ايه احسن بارامترز من دول كل دول هيتغيروا احسن بارامترز ويتش مور اكيوريت هيماتوكريت مش حد كل الناس موافقه على كده ها ليه الارتيريال بي 2 الارتيريال ماشي هنا هو قال لك الارتيريال بي 2 انا موافق ان ده الارتيريال بي 2 تكون بيها من ان بارامترز لو انفيزيف ماشي مش بي ايه بيكلم على كرونيك شانت بس هي برضه الارتيريال بي 2 هتقول في الكرونيك شانت اعتز انا موافقه بس هي يمكن قصدهم يعني كان في سؤال ده قصدهم ان هي بالمارسل يعني هو اصل احنا هنعمل مثلا هنعمل انفستيجيشن فمنها ولا هو يقصد ان هو ما عملنالوش حاجه يعني اسسمنت يعني هنا اسسمنت في عيان هو عنده كرونيك سينوس هو لو هي مكتوبه ارتيريال از انفيزيف يبقى دي هتكون الاجابه لكن هي ما تفرض فاليو هو ده الحاجه اللي هي في الكرونيك فعلا بتفرض فاليو بيزي فهي انت ممكن تشوفه اوفر مانتس تلاقي ان هي بتفرض فاليو بتاعه العيان بتاعه زياده هي والهيموجلوبين يعني الاثنين طيب الاسئله كده واضحه هذا عنده اي سؤال في حد مش رفع قبل كده العملي للجزء الاولاني ان احنا عندنا بيشنت عنده تتروجي فالو نعمله ديجنوستس تتروجي فالو بتقسم حاجتين احنا هنحتاج كلينيكال وهنحتاج ايميجنج ميثودولوجي ففي الكلينيكال هات برده قال الجزئيه دي زمان لما كنا بنقول بلو تشايلد كان بيبقى قصدهم تتروجي فالو يعني هو المرض الاشهر على الاطلاق في سيرتك هارت ديزيز البرسنتج بتاعته كبيره عشان زمان لما كان بيتقال على بلو تشايلد هما كانوا يقصدوا بيه تتروجي فالو زي ما اتكلم هنتكلم على المانجمنت كمان كانت المورتاليتي فيهم 100% فعهد مش بعيد يعني فعهد لغايه 1945 يعني 70 سنه كانت المورتاليتي فيهم 100% فالبرزنتيشن الاولانيه العيان تتروجي فالو الا فيما في اكسبشن هنتكلم عليها ان يكون سانوتك دي ليترالي هي من كلمه لاتيني يعني هي معناها الكلمه معناها لون ازرق طيب هو اللون الازرق ده بيحصل عشان حاجتين عشان احنا عندنا obstruction في الار بي تي على اي ليفل وعندنا في اس دي فدي الاوبليجاتوري شنط فيها رايت تو ليفت فاحنا موجودين عندنا هيتحكم فيها الشنط مقدار البي اس دي والار بي تي obstruction الموجوده فيه احنا قلنا من شويه ان احنا عشان نشوف ساينوزس يبقى احنا لازم ما يكونش عندنا ايه انيميا عشان هي الساينوزس الموجوده عندنا لازم يكون عندنا دي اوكسجينيتد هيموجلوبين اتليست 5 جرام بير دي سيليتر فانت لو عندك انيميا هي مش هتبان فبي كيرفول يعني انك انت لما تشوف ده احنا شفناها كتير في عيانين فعلوا هم انيميك سواء ادلت بيكونوا بيبليد لاي سبب او يكونوا اطفال ما بنعرفش فبي كيرفول انك ممكن تشوف عيان هو فعلا ترولي سانوتك فعلا بس ما يبقاش باين لك لان هو انيميك دي حاجه انت محتاج تشوفها كلينيكال. طيب احنا بنقول عندنا هنا احنا قلنا الانيميك لازم احنا اكسكلود ان هي العيان ما يبقاش سانوتك تدرج فعلا مش سانوتك ما يبقاش طيب هو احنا هنشوف الور تو تشيك الساينوزس بتاعه عيان تتروجي فالو احنا قلنا ان المين كومبوننت عندنا ليه العيان تتروجي فالو ساينوتك عشان عنده مش بالبولري سينوز العيان عنده بالبولر بي اس مش ساينوتك كويس هو عنده اللي عنده بالبولر بي اس بس لوحده هو مش ساينوتك هو عيان ساينوتك بس هو عشان عنده ايه
رايت تو ليفت شنت، يبقى هو عنده رايت تو ليفت شنت في انترا كارديك ميكسنج الموجود فيه. طيب السينوزس ده في منه نوعين، يا اما سينوزس سنترال او بريفرال زي ما اتكلمنا من شويه. العيان تروجفال عنده اكو نوع من السينوزس سنترال، يبقى انا بدور على سنترال سينوزس. طيب السنترال سينوزس هنا زي ما قلنا ده انا حطهم في المحاضره هنا عشان تبقى ريفرنس اللي عايز يقراهم. فاحنا قلنا ان السنترال سينوزس هو نتيجه انتركارديك ميكسنج، لكن بريفرال سينوزس ده معناه ان الاكستريميتيز مش وصل لها انف بلاد انف اكسجينيتد بلاد. ينفع كل السنترال يبقى معاه بريفرال، لكن مش كل البريفرال سينوزس سببه سنترال، ممكن كل الاكستريميتيز، ممكن العيان اي سبب هارت فيلير، مش لازم العيان اللي عنده بريفرال سينوزس يكون عنده سنترال سينوزس، لكن العكس صحيح، سنترال سينوزس معاه بريفرال سينوزس. لذلك انا لما ادور عليهم فين؟ في الانر سايد بتاع اللاب وفي الاندر سايد بتاع التعرض الموجود عندنا. ينفع تكون عامل كلابنج، ينفع ايديه تكون زرقاء وكل حاجه، لكن دول المكانين اللي بندور عليهم للسنترال سينوزس. طيب هو سينوزس او احنا عينين تفرجوا فالو هم امتى بيجوا لنا؟ يعني احنا بيجوا لنا مثلا من النيكيو، يعني في اول يوم او يومين بعد الولاده، ولا بيجوا لنا مثلا عند سنه او سنتين، ولا بيجوا لنا امتى؟ الابرج بتاعهم ولي يعني ده هيكون ده 3-4 شهور. ده حقيقي، ده البرزنتيشن بتاعت الهيستولوجي فالو قال ان هو دايجنوز انتينيتال، فالسيمبتوم بتاعته بتبدا 3-4 شهور. ليه؟ عشان الكانديبرا سبازم بيزيد. علشان طب ليه مش زي التي جي اي مثلا مع اول يوم؟ احنا في التي جي اي احنا السيناريو ده متعود، حد اتولد فالبيبي بقى سينوتيك مع اول ساعتين او ثلاثه، فراحوا عملوا ايكو لو التي جي اي. علشان احنا معتمدين هو التدرج الفعلي كله معناه ان احنا عندنا لوب بالمونري بلاك فلو، مش كده؟ احنا في اول شهر عندنا ايه؟ دكت. فمعظم التدرج الفعلي بريزنتد ليت علشان هما بيبريزنتوا بطاقه الكتف، وزي ما شريف بيقول لما بيكبروا بيبقى في كراينج وكده تبدا يحصل. لذلك هما نوت ات بيرث بتقلي ان شاء الله اللايف ممكن العيان ده يبقى بريزنتد. طيب كلينيكالي هو انا هعرف السينوتيك او البلو تشايلد ان انا هعمله ايه في العياده؟ ابسط حاجه هنعمل ايه؟ نقيس بالبارس اكزوميتر. فدايما البارس اكزوميتر بتاع التيتروجي فالو هو اراوند 70، يعني ماشي هو يعني ما بيبقاش خمسينات ثلاثينات، لكن هو بيبقى اراوند 70. طب افرضه وزي ما قلنا ان هو ما بيحصلش نوت ادفيرس، لكن ايه اللي ابلاي في الوقت ده؟ طب افرضه انا موجوده في العياده اللي هي الصوره دي، انا موجوده في العياده وجاي لي عيان تيتروجي فالو الدايجنوز از كوركت، لكن لما جيت اسمه الساتوريشن بتاعه لقيته 90، يبقى فكر في ايه؟ عيان تيتروجي فالو ما بيدخلش في ايزنمنجر خالص. الايزنمنجر ده معناه ايه؟ معناه ان انا كان عندي انترا كارديك شان ليفت تو رايت لفتره طويله من الزمن لغايه ما حصل رياكشنز من اللام فحولته. فعيان تيتروجي فالو ما بيدخلش في ايزنمنجر. برافو يكون معاه الديجري او عنده اذر سورس اوف بلاد سبلاي. دايما لما بفكر في العيان اهو، ده بقى العيان اللي يجيله تشيست انفكشن. فاكر لما كنت بتقول العيان ده العيان اللي بقى عنده اللونج ويت، يعني اللونج رايت لها بلاد فلو بتاع العيان التتروجي فالو الساتوريشن بتاعه سبعينات، يزيد يقل 75-65 في هذا الرينج اللي هو الستيبل، يعني مش العيان اللي في كرايسيس. لكن لما بلاقي انا متاكده ان الدايجنوزس موجود عندي، احنا قلنا في الاول متاكده ان الدايجنوزس موجود عندي مش لاقي سيانوزس، ثينك اباوت انيميا. انت متاكد من الدايجنوزس والساتوريشن الموجود عندك 90 قدامك، يبقى ثينك اباوت اذر سورس اوف بلاد سبلاي، او زي ما هي بنقول ان هي الديجري اوف ار بي تيوب سيركشن. طيب احنا بنقول ان اي لا في الفالو لا مش هتفرق. ليه؟ هو عندك انت السبب بتاعه انتر كارديك شنت، هو السبب بتاعه جوه الهارت، والهارت بقى بيطلع لي ايدين الاثنين، فاهم ازاي؟ لا مش هتفرق في دي، الا اذا كانت مثلا ايدين دي سقعانه ودي دي كانت مغطيه اسبريفرا سينوزس يا ابريفرا، لكن لا مش هتفرق. طيب زي ما بنقول البرزنتيشن بتاع التروجي فالو هتبقى له جزئيه، دي هي بتعتمد على حاجتين، بتعتمد على الديجري بتاع الار بي تيوب ستراكشر، عشان الديجري اوف ار بي تيوب ستراكشر هي اللي هتتحكم على الرايت ليفت شنت اكروس البي تي، وتعتمد على الهرمون اللي بيحصل بقى. لذلك احنا عندنا نوعين من البرزنتيشن للفالو، احنا عندنا سينوتيك فالو هو ده اللي بيبقى عنده سيفير ار بي تيوب ستراكشر، وبيزود ده بيزود الرايت ليفت شنت، او يكون عندنا اساينوتيك المعروف باسم البينك فالو الموجود عندنا اللي هو يعني الديجري اوف ار بي تيوب ستراكشر، او ان العيان ده عنده كولاترالز موجوده فيها
دي كانت اجابه السؤال الاولاني لو انا متاكد من الدياجنوز بتاعي ان هو فعلا تراجع فالو ولقيت ان العيان ده مش فينوتيك. طيب كده مفهومه؟ طب رنا ده اجابه على السؤال بتاعك، هو احنا لو العيان تراجع فالو، هو واحد هيتكلم من المره الجايه بس نخش كده من المحاضره، هو المفروض ان هو بيتصلح ان اللايف ما بيصلحش هناك لكن بيتصلح ان اللايف، لكن لظروفنا وظروف غيرنا من البلاد من الممكن نشوف امر بيرد تراجع فالو ان اضغط هود نشوف ثلاثينات ونشوف اربعينات، فالعيانين دول عاشوا لفتره طويله يعني رايت ليفت صح؟ هم سينوتيك. طيب لما يحصل رايت ليفت هايبوكسيميا يحصل الرياكشن بتاع الجسم ان تكتو ايه؟ يزود الهيماتوكريت. هو الهيماتوكريت ده باي برودكت لحاجه زادت، هو بيعمل اريثروبيسيس بيعمل هايبوكسيا بتعمل ريترو بتعمل سيميليشن للبورم مارو فتبقى فيه اريثروبيسيس عاليه فيزيد عندك الهيموجلوبين وكل اللي انت هتقوله بعد باي برودكت اللي بيطلع هيموجلوبين كتير، بس هو الهيموجلوبين طلع باستعجال اللي هو الار بي سي اللي طلع باستعجال، فهي دايما الايرن فيها قليل يعني هي هما كمان بيبقوا انيميك للايرن بس كمان بتبقى كميه الاريثروبيسيس كتيره فيبقى عندنا بوليسايسيميا صح. طيب لما نشوف البوليسايسيميا حضرتك كان قال ده البريزنتيشن اللي موجود عليها سمارتي اورجن ديزيز، فيبقى البريزنتيشن بتاعتهم كل ده هم ممكن يقول لنا كلوتنج او بليدنج يعني علشان هم عندهم كل الكواجوليشن بروفايل بتاعهم متلخبط. هم من اشهر الحاجات اللي بتحصل لهم سيريبرال ان البرين ابسس في ليت بريزنتيشن تيتروجي فال ادوليسنت او ادلس، دي حاجه فيري كومن لانهم عندهم رايت ليفت شنت، فكل فينس اكسس انت بتستخدمه شود بي تريتد لايك ان ارتيريال، لان انت لما بتركب كانيولا مثلا فانت دخل معاك يعني اي مشكله او اي امبولايزيشن او حاجه هي اكشوالي كانها دخلت في ارتري عشان هو عنده رايت ليفت شنت، فاني فينس اكسس في عيان تيتروجي فال شود بي تريتد لايك ان. طبعا اللونج كيدني جاوتس الماسكوسكريتر البريفرال ارتريز وطبعا سبب الديث ليهم في الليت الاريثما والانتركاردايتس الموجوده فيها والهارت فيل. هو البرزنتيشن دي لحد حضر قبل كده لينا هي بتفكرنا بالديسيز كده، ايه الديسيز اللي احنا قلنا عليه قبل كده ان هو مالتي اورجنز؟ لا مش الديسيز، في ديسيز كده لما بيحصل بوليسايشيميا قلنا ان هو ما بيجيش. حد حضر قبل كده لايزنمنجر؟ لايزنمنجر هو فاكرين لما القصه العاديه اللي احنا بنقولها بنقول ان عيانين بي اس دي والاي اس دي والبي تي اي هيتنوم سيمتوماتيك ليفت تو رايت شنت وبعدين فجاه كده يبقوا اسيمتوماتيك صح؟ طب ما حلوه ما الدنيا جميله اهو، ما يا ريت كل العيانين يبقوا ايزمنجر، يعني اذا كل العيان بتاع البي اس دي هيتنوا كونجستد وكانوا بيجيلوا تشست انفكشن ويبقى لو بيرث ويبقى لو ويت وبعدين لما البلمونري ارتري بريشر يزيد يبقى ده هاني مون وما يحصلش سيمتومز، طب يا ريت كل العيانين يحصل لهم ايزمنجر اذا كان هو ده الحل اللي هو في السيمتومز. بس هو الحقيقه ان السيمتومز اوف ليفت تو رايت شنت هي اللي بتختفي ويبدا يظهر مالجنت ديزيز، هو ده بالظبط كل البوليسايسيميا. يمكن الناس اللي كانت موجوده في الرعايه في الدور قريب كنت شايفين بوليسايسيميك بيشنت هو دخل في اكيوت كرايسيس، هو الهيماتوكريت فاليو بتاعه 80 وهو بيشتكي من بين في كل حته موجوده فيه في اسمه ليجنال ديزيز. لكن زي ما قلنا يا رنا هو بيتشبه جدا البيكشر بتاع دايزمينجر بس اسنوت دايزمينجر، هو انت الفاندمنتال ديفرنس بتوين تتروجي فعلا والايزمينجر يعني احنا وصلنا في النهايه لو احنا عندنا نجلكتد كيس للبوليسايسيميا اللي موجوده فيها وكل الاورجنز بس تتروجي فعلا السنترال ساينوزس بتاعه هو سببه لو بالمونري بلاد فلو، فاهمنا؟ لو بالمونري بلاد فلو هي اللي تريجر كل الفاكتورز. واضحه كده؟ حد عنده اي سؤال في الكلينيكال؟ ده احنا كده قلنا كل الكلينيكال سيناريوز اللي احنا ممكن نقابلها سواء انيميك او ان يكون البالسوديميتر بتاعه ليش؟ في بالنسبه للفالو حته الاستروك والابسس يعني كان في بعض الناس بيتكلموا ان هو الاستروك ده بيحصل قبل سنتين والابسس ده بعد سنتين غالبا، انا مش فاهم ليه ده ولا ده مش حقيقي ولا ايه ده؟ مش عارفه يعني انا شفنا عيانين عندهم استروك بعد سنتين وشفت عيانين عندهم ابسس، يمكن ما شفتش قبل سنتين في ابسس بس هي يمكن الابسس هيبقى يعني معتمد اكتر على الانجكشن معتمد اكتر على الانجري هو بيتحرك اكتر فاهمني اصلا ازاي انت محتاج حاجه انفكشن تدخل يمكن قبل سنتين بيبقى بروتكتد باهله فاهمني، لكن الاستروك هي بتعتمد على الكوجنيشن بروفايل بتاعه الملخبط يعني ان هي تبقى موجوده فيها، بس هم كلهم نتيجه الترايت ليفت شنت ان الفينس اكسس اللي موجود عنده اتس اكشوالي ان ارتيريال شنت الموجود كده فاهمين ال طيب احنا مثلا نتكلم على الدايجنوزس بالامجنج. احنا عندنا حاجتين، هو احنا هنتفق ان احنا هنكوين الانيشال دايجنوزس يعني انا انت اشوف العيان ده اقول عليه تتراجل فالو ده الانيشال دايجنوزس، وفي اديشنال ليجنز اللي حاتم قال عليها الاديشنال ليجنز الموجوده اللي هي وجودها مش هيغير الدايجنوزس
هيستولوجي فالو، هيستولوجي فالو ويت كذا، هيستولوجي فالو ويت كذا، ده اللي احنا هنقول. طيب هو احنا الثلاث حاجات اللي محدش هيناقش فيهم، العكس انك تتسال انت ما بتعملهمش ليه لاي عيان، اتس بيزك دلوقتي في اكس راي اي سي جي ايكو، ما حدش هيقول لك انت ليه طلبت للعيان اكس راي او ليه طلبت اي سي جي، بالعكس كل حاجه بتزود في المعلومات بتاعتك، فدي بنسميها بيزك ايمجنج، يعني هي دي الحاجات اللي لازم تعملها. الحاجات اللي مفترض ان انت بتفكر انا بطلبها يعني كوست وايز او راديشن وايز او كده، هي الثلاث حاجات اللي باقيين من الايمجنج اللي هي القسطره والسي تي والام ار اي. فاحنا هنقول دلوقتي هو احنا بنستخدم ايه منهم في الفالو وايه ما بنستخدمهمش، لكن الثلاثه الاولانيين اكس راي واي سي جي وايكو دي حق كل عيان ان احنا نعملها. طيب نبدا كده عندنا في الدايجنوزس اوف تروجي فالو، هو احنا ملناش رول للكارديك ام ار اي، يعني الكارديك ام ار اي مش بتساعدنا نهائي، يعني غير لما نيجي نتكلم بقى على البوست اوبراتيف هنلاقي في ميجر رول للكارديك ام ار اي، لكن تو انشير دايجنوزس اوف تروجي فالو الكارديك ام ار اي ملهاش رول. يبقى قلنا تو ايمجنج موداليتيز اللي احنا هنتكلم عليهم اللي هم امتى نعمل قسطره وامتى نعمل مالتي سلايس سي تي لحاله تروجي فالو. تاني احنا هنجو ده. طيب مش هتكلم كتير على الاي سي جي، محتاج حد نعمل، لكن خلينا نقول دايما الاي سي جي بتاعنا هو رايت اكسس و ار بي اتش، انتوا فاهمين ليه؟ مش مهم انك تعرف تقراه، لكن لما تبقى في كورسات الاي سي جي دايما هتلاقي ليه، لان هو الليجن عباره عن ايه، هايبرتروفي للار بي اتش رايت ليفت شنت هو رايت اكسس و ار بي اتش. الاكس راي دي شهيره بتيجي كتير في الامتحانات مش كده، كلكم عارفينها مش كده، اسمها ايه دي؟ هي مكتوبه فوقيها، يعني اسمها ايه؟ ما انا كاتباها فوقيها، يعني اسمها ايه؟ كورس سابوده بالفرنساوي، واسمها ايه تاني؟ وتشيبدو. وانت فاهمينها ليه الحكايه دي؟ عشان هو البلمونري صغيرين، فحصل ايه؟ حصل السبيروميديستانم صغرت، فهي صغرت وتنر هارت زي ما هو، فادانا المنظر بتاع كورس سابوده وتشيبدو الموجود عندهم. طيب ايه؟ اوليجوميك. طيب ماشي شريف، كونجستد هتفكر في ايه؟ فكر في مكتب بالظبط. هي دايما خلي بالكم ان السيناريو دي مش انكومن، يعني كتير قوي من العيال. يبقى دي هي الاكس راي بتاعت التراجي فال، بس لو لقيتها كونجست ما تتلخبطش، ده معناه ان في اكسترا بلاد سبلاي موجوده، ده سايت البلاد سبلاي تاني موجوده. طيب هنتكلم على الايكو. الايكو كان وهيبقى وهيفضل هو الايمجنج اللي كل كارديولوجيست بيعتمدوا عليها، واحنا هنشوف هي بتقدر تقدم لنا ايه في الانيشال دايجنوستس والاديشنال ايمجنج. هو احنا قلنا الانيشال دايجنوزس هو ده مش كده؟ الانيشال دايجنوزس بتاع تتروجي فالو اهم حاجه فيه ايه؟ يعني اكشوالي الهول مارك اللي عملنا تتروجي فالو هو عباره عن ايه؟ بالظبط الفال ديفيشن او الانتيري ديفيشن اللي كنا بسيبته، فهو راح ناحيه البلمونري فقفله، فبقى عندنا بلمونري اوبستراكشن على اي ليفل، وعندنا اوفررايدنج، عندنا بي اس دي كبير عمل اوفررايدنج للاورطة، وعندنا ار بي اتش. بقى عندنا الاربع حاجات دول اللي احنا موجودين عندنا. طيب احنا هنبدا كده بالدور من اول اسماء. اسماء الفيو ده عباره عن ايه؟ قبل ما معلش ثواني اسماء، للناس اللي ما حضرتش قبل كده الايكوهات كلها مش مهم انك تعرف الفيو عباره عن ايه، عشان هو انا هعرض دلوقتي الفيوهات اللي هي ستاندرد اللي كل الناس بتشتغلها، وبعدين هندخل في الفيوهات الكونجنتال اللي هي بتبقى سب كوستال والدنيا مقلوبه فيها. لكن هو اي ايكو هتلاقيه بالمنظر المخروطي ده، حتى صغيره من فوق نارو نزل على يعني نك نارو، وبعدين نزل على وجز، ده مكان البروب اللي موجود عندنا، ده المكان البروب اللي موجود فيه. البروب محطوط في الحته دي، يفيدنا في ان احنا نعرف ان البروب محطوط في الحته دي. لما نحط كلر اي فلو رايح في اتجاه البروب هيبقى احمر، اي فلو رايح بعيد عن اتجاه البروب بيبقى ازرق. لو عكست الوضع كمان الالوان هتتغير، فانت ركز هي النارو نك موجوده فين، يبقى ده مكان البروب، مش مهم اسم البيو خالص. ولما نحط كلر شوف الكلر بيتحرك ازاي، مفهوم كده؟ طيب قولي لي قولي لي اسمها الحاله دي ايه؟ الفيو ده ايه؟ ده نيجاتيف شيبر فيو، عشان الليفت اتريم ليفت عن طريق الميترو في الليفت فنتر كده، والرايت اتريم ليفت عن طريق الترايكود في الرايت فنتر كده. شاطره. وشايفين بالمونري بي شايف كده تاني. وايه رايك في السيستم؟ هو الرايت والشيرن في الايدس بتاعي كده صح؟ الايه؟ الشيرن في الايدس ولا ايه في الصوره دي؟ مش الرايت والشيرن في الايدس. هو بالنسبه لي يعني ده كنترول نورمال، يعني انتوا يعني هو انا مش بشرح تروش الفالو يعني ماشي، هو لو شفت ده مش هشك في حاجه يعني، بس هو السبتم انتكت صح؟ ده معناه ان انا ما عنديش بي دي باي حته؟ طيب خلينا نشوف كده لما عمل ايه؟ لما فتحنا بقى الانتكت. عمل ايه؟ طلعنا ايه؟ انتيرو. انتيرو مش كده؟ وفتحنا ايه؟
فتحنا الاوت فلو مش كده؟ فكان لما حاجه كان بيوريكم الفيوهات الموجوده عندنا هو نفس العيان الموجود ده، بس احنا كنا فين المره اللي فاتت لما كنا في الابيكال فور؟ كنا على مستوى ايه؟ على مستوى الليلت الليلت، وده من نفس البيز دي، ده بيز دي مستقل بذاته، لكن ده مش بتاع الفالو، يعني ممكن يبقى موجود في الفالو لكن مش هو ده بي اس بي اوف الفالو. طيب شايفين هو لما طلع من رايت تيرور هو فتح هنا البسل ده اسمه ايه؟ اورطه. واللي تحته ده ايه؟ ده بي اس دي الموجود عندنا. طيب ماشي، نبدا بالناس بتوع البيدياتريكس. شريف اخبارنا ايه؟ ده برضو البروب محطوط لفوق، البروب محطوط لفوق مش كده؟ عشان هو البيم جاي كده ماشي. باراستلنر لونج فيو ده مش، قول لي انت شايف ايه دي؟ شايف في سيتر ديفكت وشايف لو رايت ديفكت لانه ازرق جاي لي. ماشي برافو عليك. يبقى احنا شايفين هنا ده ليفت اتريوم وده ليفت فنتريك اللي موجود عندنا وده مايكرو مش كده، وشايفين ان في هنا ده سيبتم، وشايفين في خرم موجود هنا، في ديفكت موجود بي اس دي. البي اس دي ده سب اورتك، حتى ما بحبش الترمينولوجي ده لكن هو احنا بنشوفه سب اورتك، هنوصفه لهم بعد كده. لكن سب اورتك ده عنده ثلاث حاجات، لكن احنا شايفينه تحت الاورطه فعيد ما نقولش عليه سب اورتك، بس مش هنقول الجراحين. لكن احنا شايفين هنا بي اس دي اهو كويس. طب الفلو لما حطينا الكلر هو بريدومينتلي ايه الفلو اللي موجود فيه؟ ليه هو بيبعد عن الفلو؟ شايفين بيبعد عن البروب عشان كده هو ازرق، واضحه كده؟ طيب ماشي. طيب احنا كده لقينا ايه؟ لقينا ان عندنا بي دي واضح ان هو مش قلت مش كده؟ هو تحت الاورطه، وهنشوف دلوقتي من احنا مش عارفين نقول نوعه ولا كمان عارفين مكانه. بلاش اشرنا هو مكانه تحت الاورطه، مش عارفين نوعه لسه، لكن هو اورطه. طيب وشفنا ان هو رايت تو ليفت صح؟ بنجمع معلومات عشان نشوف هنخلص الدايجنوس ولا لا. اللي هي ايه ده باراستلنر شورت اكسس ليفل اوف ذا جريت فيسلز. برافو عليك. شايف في ايه؟ ليه الفلو مكعبلانه؟ ليه الفلو اليس ده؟ عشان عندنا نتيجه السينوزس ماشي صعب زي ما انت بتقول هنا في ديفكت، بس ده مش احسن فيو واضح ده، بس برافو عليك. هكمل كمان شويه. محمد موسى قول معايا. طيب هنا البيم ده بيوصل بجاكس كويس، دخلنا بقى في البروب موجود هنا بقى مرت، ما هو البيم من تحت من هنا مش مهم هو عادل البيو ولا قفله مش كده. البيم طالع من هنا. انت شايف هنا ايه؟ تو فنتريكلز. انا اقدر اقول لك ان ده رايت فنتريكل، حتى بقى مرت ما ده ترايكاسبيد وليه سبتال اتاتشمنت مش كده؟ كل الناس شايفه ان ده ترايكاسبيد وليه سبتال اتاتشمنت من هنا. طيب امال ايه اللي موجود فيه ده؟ في ديفكت صح؟ في ديفكت موجود من فوق ماشي. هو نفس البيو صح؟ هو نفس البيو، وما احنا هنا عملنا ايه؟ حطينا كلر مش كده؟ طيب الكلر ده عباره عن مشي ازاي؟ الازرق مش قوي بالبروب. نعم؟ الازرق ماشي بعيد عن البروب ماشي؟ ده عادي عشان ليه الفلو في الاورطه ازرق؟ عشان هو بعيد عن البروب مش عشان هو دي اوكسجينيتد، عشان هو بعيد عن البروب ده، عشان احنا بنبص له من تحت، فهو كده جايب له. شايفين البي اس دي اللي موجود هنا؟ نعم. شايفين البي اس دي اللي موجود هنا؟ مين؟ رنا شايف بيه؟ مش مهم البيو هو عباره عن ايه، بس هو عباره عن ايه ده؟ اسم البيو ايه؟ لا مش مهم. البروب موجود لتحت واحنا بنبص من هنا، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن تو فنتريكلز مش كده؟ ده اون ذا ليفت وده اون ذا رايت، ده الجريد بس اللي خارج منه بالمونري. ايه ده؟ ده المنطقه شايفه ده سيبتم صح؟ سيبتم جاي كده. ده سيبتم بالظبط. ده ايه؟ ده انه جزء من السيبتم، ده كونر سيبتم صح؟ ده كونر بالظبط، ده باتر نومونيك بيقول للفم.
يعني احنا لما نشوف البيو ده واحد من البيوات ثاني مش البيوات النورمال اللي بنشوفها في الادلت الاول الستاندرد ايكو ده بيو بنشتغل بده بس خلينا نبست فيه سام تايمز. احنا عندنا البيو ده البروب محطوط لتحت مش كده عندنا احنا قاطعين كاف عند تو فنتريكلز ادي فنتريكل اهو مايترال ملوش اي علاقه بالسيبتم وده هنا تريكاسبت بأمارات مالي سبت الأتاتش من مش هنا مش كده الجريب بيسل اللي خارج من هنا صدقوني ده البلمونري يعني فاهم عنش أي إثباتات ممكن يبقى دورته بس هو ده البلمونري يعني في الدرس ده. طيب السبتم هنا كان مفروض ان السبتم ده الاثنين يبقوا لازقين في بعض مش كده يبقى السبتم انتكت ما بينهم لكن ايه اللي حصل؟ حصل ان في انتيريور كفاليك ديفيشن انتيريور عشان البلمونري انتيريور فحصل في ديفيشن هنا عمل ايه الديفيشن ده؟ ابستراكشن وعمل ايه؟ كريت ابيزي صح؟ فهمنا كده؟ لما حددنا عليه الكلر لقينا ايه رد؟ من البروب ده منطقي من الار بي للبرمنري مش كده؟ هو لازم الفلو في البرمنري بقى ارجع بس شايفين سنه الليزنج اللي موجود هنا؟ دي نتيجه الابستراكشن اللي عمله كنا السبتم بيعمل ابستراكشن قولي تاني بقى الفلو اللي موجود عندنا هنا؟ الفلو في البي اس دي ازرق ليه؟ عشان البروب موجود هنا هو بيروح من الار بي للليفت فنتريكل هو بيبعد عن البروب لو كان الشنط دي ليفت تو رايت كان هيحصل ايه؟ هتبقى لنا بروب عليه. ميرور ايمج قلبنا فيه ماشي محمد اخبرنا ايه؟ احنا برضو بصين من تحت صح؟ ده عباره عن ايه؟ هو ده كون السبتم اللي موجود هنا ومضيق الفرمونرين الموجود هنا ده نفس تيبيكال فيو اللي كنا بنشوفه بس دي برضه فيها اللي بنشوفه لو حطينا عليه كلر تقدر تقولي ليه في اليزنج هنا؟ عشان؟ عشان الاكسلريشن بتاعت ان كون السبتم قافل على الجزء ده صح؟ قافل ليه الفلو هنا ازرق؟ محمد؟ عشان الفلو رايح من الاربي للبلمونري ده البلمونري لان احنا انتيريو يبقى رايح فيه يبقى احنا فاهمين ليه البلو هنا لما جينا نشوف هنا عندنا ان في ابستراكشن موجود هنا قيس عليه جريدينت فاكرين لما قلنا بالدوبلر قبل كده ان احنا بنقيس بلاد بلوستي اللي موجوده فيها وبطريقه معينه كده اللي هي البرنولي ايكويشن بنعرف فيها ان في عندنا البريجر جريدينت اكروس قد ايه فهو قال لنا ان في السينوزس هنا بالبريجر جريدينت 82. طيب نراجع بقى الحاجات اللي احنا قلناها كده بالايكو يبقى الايكو عارف يوريني ان انا عندي انتيريور كفاليك ديفيشن للسبتم عارف يوريني ان انا عندي بي اس دي عارف يوريني ان انا عندي اوفر رايدنج عارف يوريني ان انا عندي بالمار سينوزس وعارف نقيس عليه الجريدينت يبقى احنا بنكويند الانيشال دايجنوزس بتاع الفالو صح يبقى احنا الانيشال دايجنوزس بتاعت الفالو تشوت بي ميد باي ايكو. لما تيجي عند الرول بتاعه الماتس سلايس سي تي او الكاح احنا قلنا الام ار اي مش معانا في البري اوبرتيف او في الدياجنوز او في التراجي فالو مش معانا. طيب لما نيجي نسال على دور الماتس سلايس سي تي او الاسطر عشان نشخص نقارن دياجنوز او التراجي فالو احنا محتاجينهم ماتس سلايس سي تي او لا في الانيشال دياجنوزس عشان تقول لي ان انا عندي فالو يعني عشان تقول لي ان الحاله دي حاله فالو مش من ضمن الحاجات اللي احنا بنحتاجها في الانيشال دياجنوزس. طيب لكن هو احنا مش بنقول ان الحاله دي مش فالو بس من غير ما نقول بقيه الاديشنال ليجنز صح الاديشنال ليجنز هنتكلم عليها هنقولها دلوقتي بالتفصيل ليها هل احنا محتاجين سي تي ولا قسطره ولا ايه. طيب خلينا نقول هو احنا ليه بنشغل نفسنا بالاديشنال ليجنز كل تروجي فالو الدياجنوز في حد ذاته انديكيتد ان هو يصلح سيرجري كويس هو احنا من غير دخول في التفاصيل الجول بتاعنا ان احنا نصلح ريبير وجود الاديشنال ليجنز دول زي ما نشوف التفاصيل دلوقتي ممكن تغير نوع العمليه اللي هتتعمل وممكن ما تخلوش يعمل ريبير دلوقتي فاهمني اقصد ازاي يعني نفكر في الترنيتيف ليه ان احنا نزود له بيه البلاد اللي رايح للبلمونري من غير ما نعمل توتال ريبير لذلك الاديشنال ليجنز واحده من الحاجات المصري يعني انت ما ينفعش مثلا تقول له على فكره ده تتروجي فالو تتروجي فالو ايه وكل الاديشنال ليجنز اللي جايه دي هو احنا لازم نثبت وجودها او ننفيها يعني انت لما تقول ان في كذا اديشنال زي اديشنال بي اس دي ينفع تقول كمان مفيش اديشنال بي اس دي يعني لسه الست حاجات اللي هنقولها دلوقتي هو احنا ما بنقولش تروجي فالو بس لكن احنا لازم نقول ثرو الاديشنال ليجنز الموجوده. طب الاديشنال ليجنز الموجوده عندنا هم عباره عن اديشنال بي اس دي كورونري انوملس الليفل اوف ار بي تي اوبستراكشن البلمونري برانشز اخبارها ايه في السورس بتاع البلمونري بلس سبلاي هو ايه فاهمين ايه الخمس حاجات دول وينفع في تقرير تروجي فالو ان في كل حاجه تقول نيجاتيف داتا از داتا في الحاجات دي يعني انت بتدور عليها اكتيفلي وبتنفي وجودها اكتيفلي فاهماني يعني مش بس ان هي لو موجوده دلوقتي
فاهمين؟ فاهمين لغايه دلوقتي؟ طيب هنتكلم اول حاجه عن الاديشنال بي اس ديز. كويس، هو احنا بنقول اديشنال بي اس ديز عشان ده بي اس دي الاولاني اللي احنا قلنا عليه هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ايه البي اس دي الاولاني اللي هو البي اس دي بتاع بالظبط. هو ذا موست كومن بارت اللي هو نتيجه الانتيريور فيفال ديفيشن للسيبتوم اللي احنا شايفينه ده، احنا اتكلمنا عليه قبل كده، بيكريت البي اس دي الموجود عندنا، هو ده بي اس دي. طيب احنا قلنا ان احنا بنشوفه مكانه سب اورتك، صح؟ ما بتفتح الفات تشامبر فيو، يعني تشوف الفور تشامبر فيو الموجود عندنا وتبدا تشوفه وتقول ان الموجود عندنا البي اس دي ده بقى موجود، لكن ده مش تايب، مفيش حاجه اسمها سب اورتك ديزيز از ا تايب، لكن از ا لوكيشن ار البيو اللي احنا كلنا بنستخدمه علشان نشوف. احنا قلنا الكلام ده بس البي اس دي ونعيده المره دي كمان، ده البيو ده عباره عن اسمه ايه البيو ده؟ شورت اكسس على مستوى الاورتا، يعني احنا شورت اكسس على مستوى الاورتا. كل السب اورتك بي اس دي بتتشاف في الحته دي لكن بتنوعات مختلفه، يعني احنا لما نشوف البيو ده هنعرف كل السب اورتك بي اس دي، احنا بنشوفهم بنشوف 3 سب اورتك بي اس دي بنشوفهم، واحنا بنفتح اول ما تفتح ابيكال 5 او ما تطلع انتيريور بالبروب هتلاقي البي اس دي موجود عندك، فانت تعرف انك بتتعامل مع واحد من 3. البي اس دي الموجود عندنا هنا احنا شايفينه عباره عن ايه؟ شايفين الاورتا، شايفين التراكاسبيد، شايفين اي مصر موجوده منهم، شايفين اي سبتا، في كونتينيتي بين ذا اورتا اند التراكاسبيد. يبقى نوع البي اس دي ده عباره عن ايه؟ ريمبرانس بي اس دي. طيب هو نفس الكاب ده، بس هلاقي سنه تعتبر صباعي، ده المصل الموجوده هنا تبقى عباره عن سنه مصل موجوده هنا بتفصل ما بين الاورتا والتراكاسبيد، ولان البي اس دي زي ما احنا شايفينه يبقى يتحول لايه؟ اوتبوت مصل، صح؟ هو نوع مكان النصب اورتك الموجود. طب لو كل ده كان بريزنتد، كل ده بريزرف ده اقصد، يعني صباعي هو السبتم والحته دي بس هي اللي هي البي اس دي، كونتينيتي اتنقلت ما بين الاورتا والبلمونري، يبقى اسمه ايه؟ سبارتيريال او دبل كوميتد، فاهمينها؟ يبقى هما الثلاثه دول هتشوفهم في الايكو وانت بتشتغل ابيكال 4، اول ما تفتح ابيكال 5 هتلاقيهم موجودين، لكن انت تقول ان مكانهم سب اورتا، لكن انه تايب منهم انت محتاج تجيب البيو ده كليري، فاهمني اقصد ازاي؟ ذا موست كومن تايب في البي اس دي هو يكون ايه؟ بريمبرنس. شايفين البيو ده؟ ان احنا نعرف بريمبرنس ازاي؟ في كونتينيتي بتوين ذا اورتا اند تراكس، واضح البيو ده؟ في حد عنده سؤال عليه؟ طيب الاديشنال بي اس دي مش قليله ابدا، الاديشنال بي اس دي موجوده بنسبه 30%، حتى مش هشرح الجزء ده باستفاضه، ان احنا عندنا اي ماسكولار بي اس دي موجوده في الدرجه فالو هي عباره عن اديشنال بي اس دي، واحنا لازم ندور عليها اكتر. زي ما احنا شايفين كده، احنا عندنا هنا بي اس دي كبير، شايفين شويه حاجات مش واضح لها هي بتعدي فلو ولا لا. هو احنا ليه قلنا ان احنا البي اس دي الصغيره دي مش هنشوفها، او البي اس دي الموجوده ماسكولار يعني مش هنشوفها؟ عشان مفيش بريشر جريدينت، عشان البي اس دي كبير ده موجود، وانس ان ده يتقفل ده هيبان، ده دول هيبان. طب احنا شايفين هنا، هنقعد بقى نتكلم نقول والله هو اتكود بي والله ان ده يكون بي اس دي موجوده، وكود بي ان هي سيبتال بيرفريتورز الكرونرز اللي موجوده فيها، مش هنقدر نوصل للحل اللي موجود فيها، لكن دي واحده من ضمن الحاجات اللي هي يعني تشالنج ان احنا نشوفها دي. احنا قاعدين نشوف هنا حاجه مين ايه رايك؟ احنا عندنا ده ابيكال فور، شايف حاجه فوق هنا؟ في كلر بس احنا مش قادرين نشوفه، مش كده؟ مش قادرين يعني جايز يكون في هنا حاجه، يعني هنا وهو بيعمل بالظبط. برافو عليك. يعني احنا لو احنا عملنا تريسنج ليها ده، هو بيعمل تريسنج للسيبتوم، دي حاجه مشهوره في كل البيديتريشن، ان احنا بنعمل تريسنج للسيبتوم، تيجي في لقطه كده تشوف ان احنا عندنا ماي بي فلور الموجود عليه. طيب تريسنج يعني نوع احنا في ابيكال فول ومتنين نتحرك في مكاننا نفسه ونطلع انتيريوري، فاحنا بنسكان السيبتم كله من اول بيستيريوري تو ذا انتيريوري لغايه ما نفتح البلمونري. هو شاف اللي انت قلت عليه الفلو، شوف هو عمل ايه؟ هو شافه بالكلر دلوقتي، ولا احنا شايفينه بال 2 دي اوضح؟ بال 2 دي اوضح، هو بس سسبكتد ان في حاجه في السكرين بتاع السيبتم مايت بي سم فلو، مش بتاع اللي كان شايفينه هنا، ده نصفه عباره عن ايه؟ ابيكال ماسكولار بي اس دي حواليه مصر. مش شايفينه هنا؟ هو باين بي 2 دي، احنا ما بنعتمدش على الكلر في حالات التكنولوجي الفارغه اللي موجوده فيها. احنا قلنا اللي موجود عندنا، هو احنا ليه البي اس دي انتوا عرفتوا دلوقتي ليه هي ايزلي ميستر موجود عندنا؟ عشان وجود البي اس دي
كتير كبيره عامل لنا كوليزيشن البريشر فاحنا مش هنعرف نشوفها عشان هي اولموستلي مش فانكشنال وهتبقى بس فانكشنال ساعه ما نقفل البي اس دي. في المحاضره الاولانيه احتمال ان العيانين دول متعودين على بي بي كيو اس او 0.3 او 0.4 هما ما بيستحملوش الشنطه بقى اليمين, يعني هو العيان ممكن يطلع بريزيدوال بي اس دي وحصل الف خير يعني نبقى نقفلها بعد كده. اي عيان غير التوتروجيفال انت بتوصله بالتوتال ريبا لكيو بي كيو اس واحد هو مش بيستحمل اي اديشنال شنطه, هي لونج فعلا بتبقى غرقانه. لذلك هي دي ايزلي مس وليها امباكت جامد على الـ على الـ على الجراحه بعد كده. لذلك مفيش يعني مفيش اي حاجه انت لازم تشوف البي اس دي الموجوده دي. طيب البي اس دي بتريننج ومن الناس تدور عليها اكتفلي, هي ممكن تشوفها بالايكو سبيشالي في الاطفال الصغيرين اللي هي بتبقى الويندوز فيها مفتوحه واحنا بسبوستر بنجيب الارش يعني, فانت ممكن بسهوله تشوفها بس تبقى انت سسبكتد ليها. لما نتعامل مع حالات قدر ما بتحبش نعافر يعني, دي برضو من ضمن الحاجات اذا انت عندك اي شك موجود فيها فتبقى الميثودولوجي الموجوده بعد كده حاليا هي السي تي. السي تي زي ما انتم شايفين السي تي تقدر ببساطه شايفين هي دي السي تي بنقدر نشوفها في اكتر من 3D يعني في اكتر من بلايت, فهو ده الابيكال بي دي. بس ينفع كمان ان احنا نشوفه لما نقف يعني هو مش 2D ستراكشر السيبتم هو 3D, فانت عايز تعرف هو واصل لغايه فين فانت تقدر تشوفه في اكتر من بلين للسي تي كويس. طيب عايز اقول حاجه عن السي تي. السي تي هي السي تي واحده من ضمن الايمج موداليتي اللي ما بتعرفش اللي ممكن تشتغل جيتد وممكن تشتغل نون جيتد, يعني نعرف نصور بالسي تي نعرف نصور صور جيتد ونون جيتد. يعني ايه جيتد؟ يعني احنا رصين الصور اللي بتطلع دي من الاي سي جي, يعني هو عارف يرص الصور دي في الكارديك سايكل. في الكارديك سايكل اللي موجود عندنا دايما هتلاقيه حاططها لك ار ار انتربل, احنا بنبدا من اول الار ونصور لغايه الار اللي بعدها. الفتره اللي بعد الار لغايه نص الكارديك لغايه نص الاي سي جي ده عباره عن السيستم, والفتره اللي من نص الاي سي جي لغايه اخره ده الدايسمو رفلي يعني ما بينهم. لو احنا بنقسمهم 100 وحده فمن 0 لغايه 40 ده سيستولي ومن 40 لغايه 90 او لغايه 100 ده عباره عن الدايسمو. فاهمينها دي عباره عن جيتد. ينفع السي تي تشتغل مش جيتد؟ اه يعني في صور من السي تي ينفع اشغل الاسكانر ورانت واقول لها مالكيش دعوه بالاي سي جي, فتبقى في عندنا تايب اوف سكانينج نون جيتد وفي سكانينج جيتد. يعني في ده الايكو هو نون جيتد, الايكو ريل تايم. انت حتى لما بتشوفونا بنحط اي سي جي على الايكو فاحنا بنحطه عشان احنا عايزين نفهم حاجه بتحصل في الكارديك سايكل, لكن الصور بتوبتين من غير اي سي جي. فاهمينها ازاي؟ الميكو بيشتغل ايكو ساعات نوصل اي سي جي ساعات ما بنوصلش, لكن ده ملوش دعوه بالاكوزيشن بتاع الصور. الام ار اي كايمج موداليتي هي كلها جيتد, الام ار اي ما بتعرفش تصور من غير ما تعمل اي سي جي. فاهمين حاجه؟ يبقى لذلك احنا كل صور الام ار اي جيتد, صور السي تي لازم تسال نفسك هي جيتد ولا لا. الكلام ده فايدته ايه؟ هو انا دلوقتي واضح ان الاديشنال بي اس دي اللي موجوده عندي في التروجي فالو ماسكولار, هو بالعقل لو انا عايز اشوف بي اس دي في حاله التروجي فالو اشوفه في السيستولي ولا اشوفه في الدايسولي؟ ليه اشوفه في الدايسولي؟ بالضبط. هو لو البنتريك ده كونتراكتد في فرصه كبيره ان انا امس وجود البي اس دي, لكن لو انا بشوفه جورنج دايسولي يبقى في البوسيبيليتي اقل ان انا امس البي اس دي. ده فاهمين يا اسود ازاي؟ لذلك لما انا اشوف سي تي بتاعه تروجي فالو اتس وايز انف ان انا عشان احكم هو في بي اس دي ولا لا ان انا اشوفه في الدايستولي فيز. بلاش الاقي السيستولي فيز وتقعد تقول هو في بي اس دي ولا لا, لان هي ببساطه لو البنتريكل كونتراكتد هو هيضيع لك البي اس دي. فاهمين يا اسود ازاي؟ سبيشال بنش واي. واضح الكلام كده؟ يبقى احنا دلوقتي لما بنشوف احنا من اكتر السنترز اللي بتشتغل سي تي روتينلي روج فالو, لذلك اللي منكم هيشوف سي تي يجيب الفيز اللي هي رفلي الفيز رقم 75 او الفيز رقم 80. يعني ليه؟ لانها نص الكارديك سايكل الثاني, فغالبا البيست داش في الفيز هتبقى عند 75. لما نيجي نشرح في الجي سي سي هنوريكم ازاي تعرفوا الداش في الفيز. بس فهمتوا ليه احنا بنقول داش في الفيز؟ ميك سنس انك لما تدور على ماسكولار فيز دي تدور على ده. طيب كده واضح بالنسبه لكم. يبقى احنا قلنا الرول بتاع السي تي في الاديشنال ليجنز بتاعت البي اس دي ميلي ان ذا ادرز, او لو كنت عندك سسبشن عالي انك انت عندك بي تي كنت هب وما تبصش عليها في السيستولي فيز, بص عليها في الاستولي فيز. طيب الكورونري انوميلس, الكورونري انوميلس من الحاجات المشهوره في التتراجي فالو حوالي بنسبه 36% يعني نسبه مش قليله خالص منهم. بتحصل فيها
انواع كتيره من الكرونري انوماليز في التتروجي فالو، اشهرها ان يكون في كرونري معدي من قدام الار بي تي. فمين ازاي يعني هو كل تصليح الفالو هيحصل في الحته بتاعه الار بي تي، فاذا في كرونري معدي من قدام الار بي تي لغايه ما يبقى اوبشن ان هم يقصوا الكرونري ويلزقوه مره ثانيه. انا مش عارفه هو ليه صعب الاوبشن ده، بس هو واضح تكنيكلي ان هو ما ينفعش يقصوه يلزقوه، دي الحاجه الوحيده اللي ما عرفتش يقصوه تلزقوه مره ثانيه، مش بيتخير. يعني زمان كنت انا اول ما ذاكرت التوتش بال طب ما يقصوا ال دي ويعملوا اللي هم عايزينه ويرجعوا ياخدوا غرز فيها مره ثانيه، يعني كنتش حاسه ان ده، بس هو يعني تكنيكلي واضح ان هو ما ينفع. فاي كرونري معدي من قدام الار بي تي هو هيغير السيرجيكال بلان زي ما حاتم بيقول المره الجايه، مش مهم هم هيعملوا ايه، لكن دي معلومه مهمه ان احنا نقولها. بترتيبهم كده ال ال دي بيعدي من قدامها، الار سي اي بيعدي، وساعات يبقى عندنا اللارج بونس. هرجع اتكلم عن اللارج بونس مره ثانيه. من الحاجات كمان اللي بتحصل في التتروجي فالو ان يكون عندنا اثنين ال اي دي، يعني ال اي دي طالع من الليفت مين ومعدي، بس كمان الار سي اي بيدي ال اي دي معدي من قدام الار بي تي، بيروح يسميها الدول ال اي دي. دي حاجات من الحاجات اللي احنا بنشوفها في التتروجي فالو. اللارج كونس ده بيج كوتشن مارك، يعني هو علشان بيحصل هايبرتروفي في الار بي، فكل البرانشز اللي رايحه طالعه من الار سي اي بتكون كبيره. مفيش لما قرينا يعني في الليتريتشر مفيش تعريف للارج كونس ارتري هو قد ايه. الناس بتقول ات مايت بي ان امبورتنت ارتري لو هو بيساوي في السايز الار سي اي، فاهمني ازاي؟ يعني لو بقى ايكوال سايز، لكن مفيش كلام يعني اعتقد ده اقلهم. لو احنا اتكلمنا على الامبورتنت كرونريز المعديه هي ال اي دي الدول ال اي دي الار سي اي اللي معديه. حوالي صور دلوقتي للكورونري انوماليز اللي موجوده عندنا في الفالو. بنشوفها ازاي؟ احنا بنشوفها في الشورت اكسس فيو، هنحاول نشوفها بالايكو تو جريت اكستنت. احنا بنقدر نشوف الاطفال كلهم على بعضهم، يعني حاجه بتاعت يعني نص سنتي ولا حاجه هتقدر تشوف فيها، والبنتريشن بتاعهم عالي. في الادلت الكلام ده طبعا عباره عن خيال علمي، لكن احنا بنشوفها في الفيو ده، بنشوف الكرونريز اللي معديه من اللي طالعه من الاورطه، ونشوف هي اخبارها ايه اللي موجوده، هل هي معديه قدام ال اف يو تي ولا لا. فده عباره عن 2 دي، مش شايفين في حاجه واضحه، ما اقدرش اقول ان احنا شايفين في ده حاجه واضحه، لكن احنا لو شايفين هنا هو نفسه، هنا شايفين الفلو اللي معدي من ده، شايفين الفلو الاحمر اللي معدي من ده، هو فلو رايح خارج من الاورطه ورايح ناحيه الترانسديوسر، فعشان كده لونه احمر. طيب هل احنا قدرنا ان احنا نطلع بمعلومه مفيده هو الكرونري ده رايح فين، او هل احنا نقدر نقول ان الفيو ده في الكرونري كروسنج الار بي تي ولا لا؟ انا متوقع، بس مش قادره اقول برضو. يعني انا لو تقول هنا انا ما عنديش اجابه، ما اعرفش الكرونري هنا معدي ولا لا. ده فيو تاني للايكو، هو محتاج اكسبيرينس مش قليله ان حد يقدر يحكم على ده. لكن ده مثلا عندنا هنا ادي الاورطه وادي الكورونرز معديه من هنا. نقدر نقول ان في جريت سسبيشس ان الكورونري اللي معدي من هنا، شايفين الكورونري ده معدي من قدام الار بي اي تي، لكن استنى لغايه دلوقتي زي ما الشريف بيقول انا مش قادر احكم بجريت سيرتينتي. انا عندي شكل درجه كبيره منها. خلينا نشوف صور الاكس تي. شايفين ده؟ شايفين صور سي تي عامل ازاي؟ بالثري دي الكونستراكشن اللي موجوده عندنا، شايفين هو انا اقدر اقول ان ده الاورطه اللي موجوده عندنا، وده عباره عن الكورونري اللي موجود فيها، وعندي طالع من هنا وعندي ده الكورونري. شايفين احنا نقدر نقول بالثري دي سيرتينتي اللي موجوده عندنا هي عامله ازاي؟ ده الثري دي الكونستراكشن، صور كويسه لينا. لكن الرو داتا اللي موجوده عندنا اللي احنا شفناه في الايكو ان احنا احتمال يكون عندنا برانش معدي من هنا، هو عباره عن ايه؟ شايفينها؟ شايفين الكورونري موجوده ازاي؟ طب خلينا نشوف مثال تاني. ده عباره عن ايه؟ شايفين ده عباره عن الاورطه، وطالع من هنا الجريت فيسلز اللي موجوده فيها. شايفين الجريت فيسلز الكورونري اذا اقصد طالعه عامله ازاي؟ احنا هنا قادرين نشوف في 3 دي ان هي هو اكشوالي كروسنج الكورونري، كروسنج الار بي تي. مش محتاجين كتير من المجهود عشان نقدر نشوفها طبعا للسبيشال ريزوليوشن العاليه بتاعت السي دي. يبقى الكورونري ارتريز الموجوده عندنا
تفتكروا الرول بتاع السي تي هنا ايه؟ الرول بتاع السي تي لو انا عاي... لو انا مش متاكد من الكورونري انابوليز الموجود في التروجو فالو يبقى الرول بتاع السي تي ايه؟ كتير خلاص ماست. يعني هنا دي من ضمن الحاجات الكورونري انابوليز كتير كتير من كتير من ده سبيشالي الكورونري انابوليز. احنا هنقول هنوري فيوهات اكتر من كده في ال... في ال... في, ال... في الجي سي، لكن خليني اقول لكم ان هي ممكن تبقى كورونري الار سي اي او ال اي دي، الاثنين يقدروا يكروس ال... يقدروا يكروس الار بي تي. الايكو بنعرف نشوف بيه في الاطفال الصغيرين لكن مش دايما سروي. يبقى دلوقتي لو انت عندك اي شك في كورونري انوميلس از ماست تو هاف الكورونري اي سي تي. لو احنا قلنا احنا ليه بيفرق معانا ان الاورنس اوف ذا كورونري ارتري ديزيز، عشان العمليه اللي هتتعمل هتتاثر تاثر مش يعني تاثر كبير بنوع الكورونريز المعديه. تاني حاجه احنا قلنا من عندها الليفل اوف ار بي تي اوبستراكشن. هو احنا قلنا التترانجو فالو بيحصل عشان اتير فالك ديفيشن اوف ذا كونر سيبتم كويس. يبقى احنا عندنا دلوقتي تحت البالب ولا فوق؟ تحت البالب، وينفع يبقى ده ليفل اوف ابستراكشن مش كده؟ وينفع يكون عندنا البالب نفسه تيكن دودوم دو ديسيز فالف، فينفع يكون بالب، وينفع كمان يكون بنسبه اقل سوبرا بالب. يبقى احنا محتاجين نعرف الليفل اوف ابستراكشن الموجود. ليه محتاجين نعرف الليفل اوف ابستراكشن قبل ما يدخل ويشوف؟ علشان الليفل اوف ابستراكشن الموجود ده برضو بيغير العمليه اللي بتتعمل. يعني ينفع لو انا عندي البالب هيلثي ده اتجاه عمليه، لو انا عندي البالب تيكن دودوم قبل البالب ده عمليه ثانيه، لو انا عندي سوبرا كاردياك سوبرا فالفولار ده عمليه ثالثه. فاهمين؟ دي حاجات من المعلومات المهم ان الجراحين يعرفوها. يبقى احنا قلنا ان دي ثلاثه ليفل اوف ابستراكشن، يبقى سب فالفولار. وينفع يبقى على فكره عندنا اثنين مش لازم يبقى واحد لوحده هو الميكانيزم. يعني ينفع يكون في تدرج الفالو يبقى عندك سايت او اكتر من الابستراكشن. طيب احنا شايفين هنا ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن شورت اكسس فيو لل واخدينه اعلى شويه من الاورتيك كات عشان نبين البلمونريز. احنا شايفين البلمونري ده في عباره ما البلمونري بيبرانش عندنا ليفت ورايت بلمونري مش كده؟ نرجع شويه معايا شايفين المين بلمونري، شايفين هنا الفالف وشايفين هنا ده الانتيريور فاليك ديفيشن للسيبتم. احنا شايفين الانلس موجوده فيها والفالف، رايكم فيها ايه؟ بدون شويه الفالف بدون شويه، لكن لما تحط عندنا هنا ده كلوز اب يعني زوم اللي احنا كنا شايفينه قبل كده. ده عباره عن البلمونري وده عباره عن الفالف. الاليزنج موجود فين؟ سب فالفولار اند فالفولار، عشان الانجل الصغير يبقى الليفل اوف ابستراكشن اللي موجود عندنا هنا ايه؟ سب فالفولار اند فالفولار. احنا ايه رايكم في البيو ده؟ برده هو كل بيوهات الليفل اوف ابستراكشن هتبقى شورت اكسس، فده عندنا الاورطة وده عندنا هنا البي اس دي وده هنا. اخبار الانيلوس بتاعت البلمونري هنا والفورمت صغيره اتلتيك والفورمت ممكن يبقى عندنا. والفالف هنا شكله ايه؟ هل هو ثيكن؟ احنا شايفينه ثيند فالف، فاحتمال الفالف هنا يكون ايه؟ ثيكن شويه. شايفين هنا البيو ده؟ اخبار الفالف هنا عباره عن ايه؟ تيكن دون دلودي. شايفين هنا الانفرا والسب فالفولار اوبستراكشنز الموجوده هنا؟ البيو ده سب كوستال بيو اللي موجود هنا، وده عباره عن الار بي اللي موجود هنا انفانديبولار. شايفين المينيمال فلو اللي مع التيرو بقى عندنا هنا انفانديبولار ابستراكشن. شايفين هنا بالتو دي اللي موجود عندنا برضو ده هنا ده البي اس دي ده البري ممبرانس بي اس دي ده الانتيريو كفاليك ديفيشن بالنسبه للسيبتم. ده عباره عن البلمونري عندنا. شايفين هنا عباره عن ايه؟ عندنا بالب وعندنا سب وعندنا الانتيريور كيفاليك ديفيشن سيستم. طب لما نحط عليه قرار هنشوف ازاي؟ ايه راينا؟ في فالفولار كومبوننت ولا مفيش؟ في فالفولار كومبوننت عشان الانيلا الصغيره عشان الاليزنج موجود هنا وموجود عندنا، يبقى ده في فالفولار كومبوننت.
ده البيشنت تاني ده عبارة عن هايبر اكسترنال فيو، احنا طالعين انتيريولي عشان ما كناش قادرين نشوف اكتر من كده، وقادرين كل ما نحط عندنا في الار بي تي نلاقي الفلو الاليز ده، لما بنحط عليه دوبلر بنلاقي ان احنا واصلين ل 4 متر وشويه بجريديانت 79 او 80، فاحنا عارفين ان في ار بي تي اوبستراكشن صح؟ علشان لما شفناه، لكن هل احنا من الفيو ده قادرين نقول هو الاوبستراكشن موجود فين؟ ايه؟ احنا مش شايفين في عيانين بتبقى سيفيكال فيوز، انت سامع مرمر الموجود فيها، انت لما بتطلع انتيريور يعني ده عباره عن ال بي ده السبتم، انت واقف هنا انت لما بتحط كلر بتلاقيه الياس وبتلاقي ده كلينيكال سيناريو نورمال الموجود عندنا. لما عملنا للعيان ده سي تي شفنا ده، قدرنا نحدد الليفل اوبستراكشن ولا لا؟ الليفل اوبستراكشن هنا سب باربرا، شايفين ده عباره عن الكورنر سبتم ديفييتد هنا، الانيولس هنا متكونه ولا لا؟ متكونه، البالب هنا كويس ولا لا؟ يبقى احنا في بعض الحالات لما يكون عندنا ليفل اوف ار بي تي اوبستراكشن ده كومن روم ان احنا نقدر نشوفه بالايكو، نقدر نحدده بالايكو، ده في معظم العيانين سهل، لكن لما ما بنبقاش شايفينه بالايكو السي تي هنا بيبقى لها رول، عشان شايفين الفرق بين الصوره اللي احنا شفنا فيها اليزنج سام وير ان ار بي تي وشايفين الصوره دي، يبقى وين يو هاف ا كويشن اباوت ديليفر او ابستراكشن في الار بي تي ينفع قوي انك انت تطلب سي تي عشان تشوف ده. طيب البلمونري برانشز، البلمونري برانشز نقصد بيها ايه؟ نقصد بيها السنترال بلمونري ارتري، يعني ال بي اي السنترال بلمونري ارتري والار بي اي اللي موجود فيه. واحده خلينا الاول نتكلم عن ده، هو احنا بنقيسها ازاي؟ يعني هل احنا عندنا فيجرز او عندنا ارقام ثابته نقدر نقول والله هو اكتر من 40 مللي مثلا ده دايليتد، او مثلا اقل من كذا يبقى صغير؟ اكشوالي هو احنا ما عندناش ارقام ثابته للبلمونري ارتريز، في اكتر من طريقه للناس عملتهم، ده اب اسمه زي سكور هتلاقيه مع كل البيدياتريك كارديولوجيست موجود على الويب سايت، هو انت المفروض انك بتدخل في البادي سيرفيس اريا من الهايت والويت، فبيحسب لك البادي سيرفيس اريا وبتدخله القياسات اللي موجوده، فهو بيطلع لك الزي سكور، الزي سكور اللي هو عباره عن الديستريبيوشن يعني بتاعه النورمال بيبوليشن، فلو طلعنا within بلس 2 فده نورمال، لو احنا اقل من ماينس 2 فاحنا اب نورمال، ده اب موجود فيها وبنعمله انديفيديوال لكل عيان. في سنترز بتستخدم المجهول ريشيو، يعني ايه المجهول ريشيو؟ ان هي تقيس البلمونري ارتريز الموجود مجموعه البلمونري ارتريز الاثنين وتقسمهم على الاورتا ات ذا دايفرام وتقيس الريشيو بتاعته. النورمال الموجود عندنا ان هم يطلعوا 2 لو احنا لقيناهم من 1 ل 2 من 1 ل 2 او اقل دي ابنورمال. احنا سنتر ما بنستخدمش المجهول ريشيو. الايديا بهايت مجهول ريشيو ايه؟ مش انت عندك كارديك اوتبوت، كارديك اوتبوت ده المفروض ان هو اللي بيروح الاورتا زي اللي بيروح البلمونري، زي اللي بيروح البلمونري، فانت لو جمعت الدايمتر بتاع الاورتا بتاع ال بي اي والار بي اي وقسمته على الاورتا المفروض ان هم يطلعوا ضعف، فاهمني اصل ازاي ان كل واحده فيهم بتشوف ده. احنا سنتر ما بنستخدمش المجهول ريشيو، في سنتر ثانيه بتستخدم المجهول ريشيو، احنا بنعتمد على سبجكتيف ايفالويشن انك تشوف الارتريز بعينيك، وبنعتمد على ان الجراحين بيقيسوا جوه العمليات، هم بيقيسوا بنفسهم جوه يقيسوا السايز بتاع البلمونري ارتريز، لكن ما نقدرش نقول والله هو الفيجر الفلاني هو ده مثلا النورمال للال بي اي ولا ار بي اي، السبجكتيف انت بتشوفه من كتر ما بتشوف بتقدر تعرف وبتقدر توصف هو توتالي هايبر بلاستيك ولا هو في فوكال ستينوزس ولا لا، ده الحاجات اللي انت محتاج انك انت توصفها لما تيجي تشوف الفرنش الفرنش بالمونري بتاع البالمونري. طيب احنا شايفين هنا شورت اكسس صح؟ هو احنا شايفين هنا ادي الرايت اتريوم وادي الرايت فنتريكل وادي البي دي وادي الانتيريور كيفاليك ديفيشن، وعندنا هنا احنا شايفين برانش واحد مش كده؟ شايفين البرانش اللي هو رايت، احنا مش قادرين نفتح الليفت، في اكتر من احتمال ان هو على ليفل تاني صح؟ او ان هو صغير او ان هو ابسنت صح؟ يبقى ده حاجه من الحاجات اللي احنا بنقدر ان احنا تبقى عندنا مشكله فيه. طيب نشوف الفيو اللي بعده، ده واحد من الفيوهات البروب موجود فيها فوق، ده سوبراسترنال، احنا بنشوف هنا اورتا
اللي تحت الاورطة على طول هو الرايت بالمونري ارتري. احنا الرايت بالمونري ارتري مفروض على طول ينفع نقيسه بروكسيمال وينفع نقيسه ميد وينفع نقيسه ديستال صح؟ طيب احنا قلنا دلوقتي ان احنا نقدر نشوف شايفين ان الفيوهات الايكو احنا قادرين نشوف مثلا برانش واحد من الرايت بالمونري ارتري والتاني احنا مش متاكدين هو موجود ولا مش موجود. البيو اللي احنا وريناها قبل كده هو هو ده نفس البيو اللي انا وريته قبل كده اللي ده انا شايف هنا رايت بالمونري ارتري مش متاكد قوي انا عندي ليفت ولا لا، هل هو الصغير اللي معدي ده ولا هو الابسنت ولا هل هو في ليفل تاني انا محتاج بس ان انا اغير مكان البيو المبدع. شايفين لما عملنا العينسيتي هو ايه؟ هي ده عباره ده المين بالمونري ارتري وما قلبينه بس عشان يبقى زيه زي الايكو، وده الرايت بالمونري ارتري. شايفين الليفت بالمونري ارتري في ايه؟ كان في ايه؟ كان في اوريجين ستينوزس. هو سهل ان احنا نشوفها بالسي تي مش كده؟ شايفين هو هو لو احنا شفناها هو عباره عن الاوريجين الصغير اللي كان موجود هنا، لكن هو احنا مش كلنا عرفناها بالايكو بس احنا كلنا عرفناها بالسي تي، عرفنا ان في اوريجين ستينوزس موجود عندنا. طيب البيو ده برده مش راضي يتحرك، لكن هو البيو ده هو عباره عن حاجه ثانيه. احنا موجود عندنا هنا ادي الاورطه وادي البي اس دي كونتينيوتي مع التراي كاسبل، وعندنا هنا عندنا الار بي اي صح؟ احنا شايفين الار بي اي. طيب هو احتمال يبقى حاجه من ثلاثه، يبقى على ليفل ثاني هو موجود، او ان هو يكون في اورجن سنوز ده اللي شفناه من شويه، او ان هو يكون ابس. طيب شايفين السي تي عملت ايه؟ هو هو نفس البيو ده لما حققنا دايف واحنا لقيناه هنا وما لقيناش اي حاجه موجوده هنا. طيب اضافه من لذلك لما جينا عملنا ريكونستراكشن اللي موجود عندنا انتوا شايفين اللي خارج من الاورطه الناحيتين ده عباره عن ايه؟ عباره عن كولاترالز. هي كولاترالز رايحه تعوض البالون اللي موجود ده، البالون اللي مش موجود اللي هو الليفت بالون. طيب هو انا لما اشوف بالسي تي ان انا عندي الدايت كلها رايحه ناحيه الرايت بالونري وان انا مش لاقي الليفت بالونري اقول عليه ايه؟ اعمل كده هقوله كاس عشان مش بيقول ليه موجود ده تفكير صح، بس هي قبلها ايه؟ يبقى احنا ما نحكمش عليه ان هو ابسنت صح؟ احنا صحيح مش شايفين، لكن احنا بنقول عليه ايه؟ انفيجوالايزد والله دي حاجه من الحاجات الكومن جدا في التاتولوجي فالو. يبقى احنا الموجود عندنا ان احنا ممكن كتير ان احنا نقدر نشوفه بالايكو، يبقى عندنا كتير من السسبشن قبل ما تقول عليه انك انت مش هو مش موجود او ان هو سينوتك ريفير فور كروس ايميجنج. السي تي هيوضح لك هو موجود ولا لا، وهيوضح لك كمان لو هو مش موجود هو مين اللي قايم بدوره. يعني في كولاترالز موجوده في حاجه بتروح، ما هي لازم اللونج دي طالما موجوده بيروح لها بلاد سبلاي زي ما شريف بيقول كده. هو احنا لما بنلاقي ان واحد من البلمونري ارتريز يوجوالي هو الليفت مش موجود ما بنستعجلش ونقول عليه ابسنت، احنا بنقول عليه انفيجوالايز. حتى لو انتوا شايفين في سي تي برده الناس اللي بتكتب في سي تي بتقول عليه انفيجوالايز. ليه؟ لان هو هل هو حقيقي مش موجود ولا هل هو موجود بس حصل كبير اوستيال ستينوزس فبقيت انت مش عارف تدخله ضاي ومش عارف تدخل. زي ما قال شريف من ضمن الحاجات اللي احنا كتير بنعملها ان احنا ندخل نعمل برونري فينس ويتش شويه ده ويتش از ديفيكالتي نعتمد هم بيدخلوا فينس يعني بيدخلوا من الانفيرو فين كيبا وبعدين يدخلوا رايت اتريا وبعدين يعدوا من السبتم. لو عندي بي اف او يوجوالي بيبقى في موجود في بي اف او ان هم بيعدوا للليفت اتريا وبيحطوا القسطره في قلب الليفت برمونري بيز ويحقنوا حقنه انجو. لو هم لا لو 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 الداي رجعت مره ثانيه في قلب البادي بتاع الليفت برمونري يبقى احنا بنشوف. ودي حاجه من الحاجات الكومن في التراجي فالو انك انت ممكن ما تشوفش الليفت برمونري ارتري بس بلاش تستعجل تقول عليه ابسنت. مهم زي ما هنشوف كل مره الجايه ان احنا لو لقينا ليفت برمونري ارتري او برمونري ارتري موجود بننفست فيه شويه علشان نقدر نوصل للعيان ده. يبقى احنا شايفينها ان احنا ده لاول مره بندخل دور القسطره اللي موجوده عندنا بس كومبلمنتري. احنا بالايكو كان عندنا سسبيشس مش شايفينه مش عارفين نجيبه ريفير لنا انفيزيف موداليتي زي السي تي. لو السي تي وضحت لك ان هو انفيجوالايز فعلا مش على اذر ليفل موجود ثانيه ريفير للكاف عشان تعمل برونري فينس سويتش انجو اللي هي تقدر تبين لك البادي بتاع الانفيجوالايز فاهمينها؟ طب هو بيبقى موجود ومفيش اي كلوب يعدي فيه خالص عشان في نارمنج يعني اولموست يعني بيسموها كارتيشنز للبرانش نفسه مفيش بلاد ولا في دايت بتاعتي عليه لكن البادي نفسه موجود بيبقى محتفظ باليومن يعني بيبقى محتفظ بالظبط بيرجع ويقف عند مكان الابستراكشن يعني انت بتشوفه كشادو. طيب فاهمينها كده؟ طيب.
ده ما بنتكلم عن حتى بنتكلم عن حاجه اسمها absent pulmonary valve، او زي ما قلنا الاسهل لينا كلنا عشان نفهم absent pulmonary cusp. ده عباره عن انه نوع من البي سي ده free membranes بي اس دي، وده عباره عن ايه الكورنر سيبتوم انتيريور كيفاليك ديفيشن اللي موجود عندنا. وشايفين عندنا هنا عندنا شايفين كل ده عباره عن ايه، كل ده pulmonary، كل ده right pulmonary. كان حاتم لما قال ان في الابسن بالمونري بالغ بيبقى فيه دي دايليتد بالمونري ارتريس اللي موجوده هنا، شايفين احنا شايفين هنا شايفين مكان البالمونري بالغ زي كونستريكشن، لكن مفيش كاسبس موجوده فيها. لما احنا بنعدي طبعا كده ما حدش عليها، بس فلو يمكن المره الجايه اجيب لكم حاجه عليها فلو. لما بنيجي نعمل من احنا عرفنا ان احنا عندنا ابسن بالمونري فالف لو كونستريكشن اللي موجود عندنا في البالمونري فالف وديليتد بالمونري بالمونري سنترال بالمونري ارتريس، من الحاجات المفيده في عيانين ابسن بالمونري فالف انك تعمل سي تي. ليه؟ علشان تشوف الايفكت بتاع الانيوريزم الديليتد بالمونري ارتريس على الايرويز. كتير من الايرويز بتبقى اوبستراكتد بده، وسي تي از ان يوسفل ايمجنج موداليتي انك انت حتى لو شخصت تتروجوز ابسن بالمونري فالف تو هاف ان اكسترا اديشنال انفورميشن من الاكسترا كارديك سبيشال ايرويز، يعني اللي هي الترومباي كولابسد. هل انت بتاعي احنا واحده من عيانين اللي كانوا ابسن بالمونري فالف كان عندها نيموسيل من كتر ما التراكيه بتبقى كومبريسد وتفك لغايه ده كان عباره عن سيستم مليان باس، واندت بان احنا تتروجو فالو ريبير حصل هنا مع لوبكتومي العيان. فده حاجه من الحاجات اللي انت من ممكن انك انت تعرفها قبل ما ندخل. فده رول اوف ماتي سلايس سي تي في عيان تتروجي فالو ابسن بالمونري فالف از يوزفول، احسن ما احنا نتفاجئ بحاجه. طيب احنا كده بنخلص. احنا عندنا قلنا من بعد ديجنوز اوف تتروجي فالو عندك اديشنال فيجن زي اديشنال بي اس دي كورونري ليفل وار بي تي اوبستراكشن بالمونري ارتريس. نوصل للسؤال الاخراني سورس اوف بالمونري بلاد سبلاي، هو انا امتى اتساءل ان انا عندي اديشنال سورس اوف بالمونري بلاد سبلاي؟ هقول تو سيناريو. انا عندي تتروجيو فالو بريزنتد لينا الساتوريشن بتاعه 70، وتتروجيو فالو ده سيم اناتومي يعني عنده سيفير ار بي تي اوبستراكشن وعنده بي اس دي، وتتروجيو بتاعه 90. مين فيهم اللي فكر ان عنده اديشنال بالمونري بلاد سبلاي؟ طيب يبقى اللي هيحركني عشان ادور على اديشنال سورس اوف بالمونري بلاد سبلاي هو الديسكربنسي بين ذا كلينيكال اند ايمجينج اللي موجود عندنا. يعني الايمجينج اللي موجود عندنا لو عندي سيفير ار بي تي اوبستراكشن فيها فانا متوقع لوبر مونري بلاد فلو والاقي الساتوريشن بتاعه كويس، يبقى انا لازم ادور عليه. الديسكربنس بين الكلينيكال سيناريو بين الكلينيكال وبين الايمجينج او الايكو اللي انت بتعمله ده يخليك تفكر ان عندك اذر سورس من الايمجينج. طيب ده اللي يقدر الايكو يوفره لنا. الكولاترالز او المبكس زي ما حاتم قال بتطلع من كل حته في الاورطه اكسبت الاسن الجوف، يعني تطلع من القرش، تطلع من السنج اورطة، تطلع من النيك بسلس، بس ما بتطلعش من السنج اورطة. فاحنا بندور على الكولاترس في كل حتة. ده عبارة عن بيو قرش البروم موجود لفوق، فعشان كده السنج اورطة الفلو فيه احمر، والسنج اورطة الموجود عندنا الفلو فيه ازرق. فاهمين القرش اللي موجود عندنا ده يبقى الفلو فيه احمر والفلو فيه ازرق. شايفين الحاجات اللي خارجة من الاورطة ده عبارة عن كولاترالز. ده اللي يقدر الايكو ان هو يوفره لنا، ان هو يدينا ان احنا عندنا هنا الارم ساين ان في حاجات خارجه من السن الاورطه ليها. شايفينها؟ شايفين الاجزاء دي؟ طيب احنا كده بقى عندنا كلينيكالي وايميجنج وايز عندنا ان احنا سسبكتد ان عندنا كولاترالز. الميثودز احسن ميثودز نقدر نصور بيها الكولاترالز هي السي تي. السي تي بتدينا ان احنا ده مثلا ده الشكل اللي تقدر توفره لنا، توفر لنا ان احنا نقدر نشوف ديفرنت مورفولوجي. شايفين دي عباره عن كولاترال خارجه من السنج اورتا، ودي عباره عن كولاترال خارجه من شايفين الفرق ما بينهم؟ شايفين الديفرنت مورفولوجي؟ شايفين ده وشايفين ده؟ هنكمل في الديفرنت مورفولوجي كمان شويه. شايفين ده ان احنا عندنا كولاترال هنا ونازل ورايح هنا، صح؟ هنقول هنوصفه ازاي دلوقتي، بس انا بوريكم ديفرنت مورفولوجي بتاعت الكولاترالز الموجوده هنا. شايفين ده؟ ده عباره عن الباك بتاع الهارت، فده القرش ده اللي بيسن الجورطه من ورا، وده البريكيوكيفاليك. شايفين الكولاترال اللي نازله من عنده؟ مش اكتنج لايك شانت الكولاترال دي.
طيب المعكس الموجود عندنا هو انا مطلوب مني ان انا كحد ايميجر بيصور او حد كلينيشن انا مطلوب مني ان هو يقول لي عدد المعكس الموجوده دي. يبقى انا مطلوب مني ان لما حد يقول لي يقول لي على فكره هو انت عندك معكس كم واحده المفروض يقول لي كده المفروض يقول لي كل واحده فيهم بقى السايز بتاعها ايه. طيب يفيدني في ايه؟ احنا عندنا رول كده ان 2.5 اندكس اكتر من 2.5 ملي اندكس الباك سيرفيس اريا اس ميجور كولاترال بنقول عليها ميجور كولاترال. اقل من كده اس ماينور كولاترال. الميجور كولاترال لازم تتقفل لانها بتبليد لانها بتبارتيسيبيت موجود فيها لكن المينور كولاترال هي اللي حجمها اصغر من كده. طب هو المفروض على الكولاترال يقول لي ايه؟ يقول لي الاورجن بتاعها هي طالعه بارتيكولار منين؟ طالعه من السنج اورتا طالعه من الارش طالعه من النيك فيسلز الموجوده فيها. هي بقى الكولاترال دي رايحه تنسرت فين؟ هل هي بتنسرت هتنسرت في مكان من الاثنين يا هتنسرت في البلمونري ارتري نفسه وتبقى هي السبلاي بتاع البلمونري ارتري يا هتنسرت في الهايلوم بتاع اللنج صح؟ فاهمين يوصل ازاي؟ يعني هي خارجه من الاورتا رايحه فين؟ رايحه تغذي البلمونري سيركيليشن. البلمونري هل هي داخله في قلب البلمونري ارتري ولا هي داخله في قلب اللنج؟ ده سؤال لازم نجاوب عليه. طيب فيها السينوزس والسينوز ده فين؟ وهل هو سيجنيفيكانت ولا لا؟ زي مثلا لما شفنا الكولاترال ده يعني انا لو جيت عند الكولاترال ده عشان اوصفه اقول عليه ايه؟ ده عباره عن ميجور كولاترال صح؟ ده كولاترال موجود عندنا ده ميجور كولاترال. ده طالع منين الاورجن بتاعه؟ من السنج اورتا رايح لفين؟ للهايلم. هو بنفسه رايح لللنج ده بيبقى فيه اهو. طيب في كونستراكشن موجود عندنا؟ ايوه في كونستراكشن شايفين السايز وبعدين نوصل هنا السايز الكونستراكشن ده موجود فين؟ ان ذا ميد اوف ذا كولاترال صح؟ شايفين ان ذا ميد اوف ذا كولاترال. لو جيت وصفت الكولاترال اللي موجود عندنا هنا الكولاترال ده اكبر يعني سايز تو بي سايز من الكولاترال يعني هقيسه بمقاساته لو لقيناه 3 مللي اسميجو كولاترال صح؟ الاورجن بتاعه طالع منين؟ من اللفت عشان هو الصوره مقلوبه ده الهارت اهو فبدل فده من البيز اوف ذا ليفت سبكليفيان صح؟ رايح لفين؟ رايح لللنج؟ رايح للبلمونري ارتري. هو نازل في قلب الليفت بلمونري ارتري صح؟ طيب هو تورشوس هل هو في ستينوزس؟ لا ما فيهوش ستينوزس عشان هو ماشي كله على بعضه كده. فاهمين يقصد ازاي؟ يبقى انت دلوقتي تحدد تصور يعني اكتر طريقه احسن طريقه تصور بيها كولاترال هي السي تي. فحد بتصور سي تي او بتستلم التقرير هو انت محتاج تعرف عددهم ولكل واحده منهم السايز الاورجن الانسرشن بتاعها للسينوزس. شايفيني انا سبت مسافه كده وكتبت حاجه اسمها دول اور سنجل سبلاي لللنج الموجود عندك. يعني ايه دور او سنجل سبلاي؟ يعني نقصد انتوا عارفين ان اللنج عباره عن لوبس مش كده وكل لوب منها عباره عن سيجمنت. نقصد هل الكولاترال ده هو المين سورس اوف ذس لوب ولا هل هو بي اوفر هل هو اديشنال سورس؟ يعني معنى ان البلمونري ارتري اللي مش رايح له بلاد كتير ما احنا في حاله تتروجي فال اللي هو عنده انفنديبولار ستينوزس وبلمونري ستينوز فماشي فيه بلاد قليل يبقى اللوب ده بيستلم برانش من البلمونري ارتريز وبيستلم كولاترال. يفرق في ايه الكلام ده؟ يفرق ان انا اقدر اقفل الكولاترال ده ولا لا. هل لو هو السنجل سبلاي لللوب ده اقدر اقفله هيحصل انفاتش. لكن لو انا عندي برانش من البلمونري ارتريز وكولاترال رايحه يبقى اسمها ايه؟ اسمها دول سبلاي. ينفع اقفله ولا ما ينفعش؟ ينفع. ارجع تاني لمنظر الكولاترال ده انا هنا مش شايفه بلمونري ارتريز فنفترض ان ده المين بلاد سبلاي للور لوب هينفع اقفله؟ هيحصل انفكشن لو قفلته. طب هو ينفع اقفل الكولاترال ده؟ ينفع لان هو رايح للبلمونري ارتري اللي هو بيغذي. طب ما اقفله اقفله واصلح مش اقفله على طول يعني انا بنتكلم ده. طيب هل ده دور السي تي انها تجاوب لك على السؤال ده ان هو دور سنجل سبلاي؟ في كتير من الاحوال السي تي ما بتقدرش. ليه؟ السي تي ما بتقدرش تفرق بعد الفورث سيجمنت يعني بعد ما يتوزع يطلع عندنا السنترال بلمونري ارتريز وبعدين يتقسموا للليبرال وبعدين يتقسموا سيجمنتال صح؟ عند السيجمنتال ليفل اللي هو التقسيمه الرابعه يعني السي تي ما بتقدرش تفرق ما بين البلمونري ارتريز والبلمونري فينز فلذلك بيحصل اوفرلاب ما بينهم. لذلك احنا اللي نقدر نوصفه in accurate way نقدر نوصف السايز والاوريجن والانسرشن والمورفولوجي بتاعها دور او سنجل سبلاي. ده سؤال تجاوبه القسطره
لانه هيدخل يحقن سيلكتيفلي في قلب المبكس دي ويقدر يشوف هل هي الوحيده اللي بتغذي اللوب ده ولا ما بتقدرش تغذي. لذلك دايما نقول دونت سكويز الايمج تو ماتش، يعني اقف عند حدود الايمجنج ميداليتي بتاعك. اقدر اجاوب طول ما هي طول ما كولاترال موجوده عندنا قبل الفورث سيجمنت. لو دخلت جوه السيجمنت بتاعت اللام السي تي بتوفرلاب الاثنين مع بعض الارتريز والكورنز. لذلك مثلا انا قدرت اجاوب على السؤال ده، قدرت اجاوب هل هي دول ولا سنجل سبلاين لانها ستيل في البروكسيمال بارت. اول ما توصل عند الجزء ده انا ما بعرفش افرق ما بين البلمونري ارتري والبلمونري بينز، الاثنين بيبقوا اوفرلاب الاثنين مع بعض. لذلك لما حد يحب يعرف هو دول ولا سنجل سبلاين اللي موجود عندنا المركز يعمل ايه؟ أستاذ برافو عليك. طب وانتوا واخدين بالكم ان احنا اتكلمنا عن مالتي سلايس سي تي حبه مش قليله في التدرج فعلا، هو ليه ما نعملش مالتي سلايس سي تي على طول بدل الدوخه دي؟ ليه؟ عشان راديشن. شايفين انا دخلت في باب ميد كده وعملت راديشن اند سي تي، فانتوا واخدين بالكم ان سنه 1995 كان في 16000 بابليكيشن 365. شايفين ديستريبيوشن اوفر ذا تايم الناس بدات تبقى اوير بالراديشن هازاردز من 2010. يعني شايفين البابليكيشن حجم البابليكيشن اللي منشور على الراديشن سنه 1975 كان تقريبا كان في بني ادم واحد بيتكلم على الكلام ده. وبعدين الكيرف تانو ستدي ستدي لغايه ما وصلنا للبيك في الايرا اللي احنا فيها الراديشن في راديشن هازارد. لذلك هو انت هو نيبر. انا شخصيا واحده من الناس اللي غيرت رايها بعنف في موضوع السي تي في تدرج فالو من كتر البارنس اللي شفناها. ايوه انا عايزه ان كل تدرج فالو يعمل وانس سي تي اتس مور سيف من كل الحاجات اللي احنا شفناها اللي موجود هنا اتس مور سيف. فعلا التكنولوجي فالو هو حاجه من الحاجات اللي احنا زي ما شفنا الاديشنال ليجن في حاجات كتير فيها تريكي. يعني انا صحيح ما بحبش ان العيان يتعرض للراديشن، انا واحده من ضمن الناس اللي ما بتحبش تعرض كل البيشنت سبيشال الاطفال للراديشن عشان الراديشن هازارد بتاعتها از كارسينوجينيك. لكن هو احنا كمان شفنا عيانين كتير الاختلاف الاكسبيرينس والاختلاف النولج الموجوده عيانين ما بيشوفوش فيهم ريزيديوال في سي او كورونريز يبقى فيها انوماليز بقى على الترابيزه وان بتبقى الناس مش عارفه تتصرف ازاي او يبقى في كولاترال ما كناش اكسبكتنج ان في كولاترز موجود. لذلك انا واحده اوفر ذا تايم غيرت رايي. ايوه افري تيتروجي فالو شود هاف ا سي تي، لكن هو احنا كمان لازم ما ننساش ان احنا بنتعامل مع كارسينوجينيك ايمجنج موداليتي. لذلك في حاجه اسمها ديكريز ذا دوز اللي موجوده عندنا. لذلك ديكريز الريديشن دوز دي حاجه اسمها الارا تكنيك. كل اللي بيشتغلوا ايمجنج اوير بالالارا تكنيك دي اللي هي ازو از ريزونبل اتشيفبل ايمجنج اللي موجوده فيها ان احنا محتاجين نعمل يعني زي ما قلنا قولا واحدا. انا حاجه كنت بقول لهم من شويه ان انا من الناس اللي غيرت رايها ان ذا تي اس تي ان ذا تدرج فالو اوفر ذا تايم. يستقر في وجدان ان كل تدرج فالو شود هاف وانس سي تي. لكن هو انت لما تعمل سي تي عشان الحاجات اللي ممكن تماس على اختلاف الناس والليفلز بتاعتهم في تريننج والامجنج وكده هو الثمن اللي بيدفع كبير ان احنا نتفاجئ بحاجه تبقى ليها. لكن هو احنا لازم نحاول ان احنا ناتشيف اقل راديشن دوز موجوده. لازم ما نصورش مثلا كل الهارتس الموجوده فيها، لا نقدر نكون ليميتد. دي حاجات ممكن لما ندخل اكتر في الامجنج تكنيكس الموجوده نقدر نستوعبها. طيب الملخص بتاعك هو احنا امتى في الاديشن امتى نحتاج مالتي سلايس سي تي وامتى نحتاج اسطره في الانيشال دياجنوزس واحنا ما عندناش رول للسي تي ولا الام ار اي. في الاديشنال ليجن المالتي سلايس سي تي از يوسفول وكيب ات لو بروفايل، يعني بمعنى whenever you have a suspicion ل بي اس دي ماسكولا اعمل سي تي مش هتخسر اي حاجه. وبص عليها في الدايس ليفيز ما تعملش قسطره ملهاش رول. الكورونري انومالي في ايرا قبل اللي احنا عايشين فيها كانت الناس بتعمل قسطره لكن هي ما بقالهاش رول دلوقتي اسمها تو هاف عندنا في الكورونري انومالي في السي تي. الار بي يو تيوب استراكشن اف نيدد، يعني مش دايما لو انت متاكد من بقيه الحاجات او عندك ايكوهات قبل كده او اليه مش لازم تعتها اف نيدد. مفيش رول للكاث فيها. البلمونري ارتري سايز الموجوده عندنا اتس يوسفول تو سيف باي مالتي سلايس سي تي لما يكون عندك شك هل هو اوبستراكتد هل هو ده اوستيا هل هو ده هايبوبلاستيك. بنحتاج القسطره في حاله واحده بس لو احنا مش شايفين البلمونري ارتري يوجوالي ما بنشوفوش اكتر هو ال بي اي. السورس اوف بلاد سبلاي اتس ماست تو هاف مالتي سلايس سي تي عشان تقدر انك انت تعمل ديسكريبشن للكولاترز من السايز والسايت والانسرشن بتاعها والاوريجن. لكن لما يبقى السؤال اللي موجود عندنا هو الكولاترز الموجوده عندنا دي دول سبلاي ولا سنجل سبلاي، الرول بعد كده بيبقى الاسترا كومبلمنتري ماستر الموجوده. بس كده انا خلصت. حضرتك خلصت على كده.
فين السبلاي؟ فين السبلاي ممكن تقفل بعد يعني لو في كولاترال هي سين سبلاي ليه؟ ممكن تقفل بعد الجراحة؟ لا لا هيركوتك معاها يعني لو هي سينجل سبلاي المعكس هي اللي بتغذي اللام هو لازم يركوت الكولاترال دي دخلها في الانفكشن وده هيتكلم عليه المرة الجاية لكن ما ينفعش يقفلها ولا قفلها يعمل انفكشن لكن لو دوبل سبلاي يعني هي هي اديشنال بلاد سبلاي للسجم للو دي مش تفرق بعد الجراحه طيب هي ليه شغاله دلوقتي عشان البلاد اللي معدي في البلمونريز قليل علشان هو احنا عندنا لو بلمونري فلو في الفالو فلما نصلحه ونعمل توتال بي يبقى بلاد فلو يبقى دي ينفع نقفلها نقفلها قبل بعد اثناء هنشوف الدسكشن بتاعتها لكن ما تتقفلش لو هي سبلاي.